دعما لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلن عنها جلالة الملك المعظم، وفي إطار تفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة، قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بمشاركة السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية بزراعة عدد من الأشجار في مجمع وزارة الإعلام بمدينة عيسى. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن هذه المبادرة تجسد الحرص على دعم المشاركة الإيجابية في الجهود الوطنية كافة الرامية إلى تعزيز الأمن البيئي في مملكة البحرين. وأوضح سعادة الوزير أهمية دور الإعلام والصحافة في رفع الوعي المحلي والعالمي حول مختلف القضايا، خاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة والتغير المناخي، إذ تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي احتفاله هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار صحافة من أجل الكوكب، الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية، منوها بما يمثله إطلاق أسبوع الشجرة من تكريس لثقافة الحفاظ على البيئة في المجتمع البحريني ورفض الخطط الوطنية التي تستهدف زيادة الرقعة الخضراء في المملكة وحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها. كما أعرب سعادة وزير الإعلام عن تقديره لمشاركة رؤساء تحرير الصحف المحلية في هذه المبادرة النوعية، مؤكدا أن هذه المشاركة تعكس روح المسؤولية الوطنية والعمل المشترك ضمن فريق البحرين الواحد بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في مملكة البحرين.